رابع الزيات، الإعلامية اللبنانية شكرت الممثلة ماجي بوغصن بعدما قالت إنها قدمت العديد من المساعدات للأخوة اللبنانيين الذين نزحوا من المناطق التي تتعرض للقصف الإسرائيلي. وقالت رابعة إن على الفنانين اللبنانيين إعلان مواقفهم الواضحة من العدو، كما نبهت من هؤلاء الكاذبين. مرحبا، لما سجلت عتب كتير كبير على الفنانين، وبعده هيدا العتب طبعا على كتير من الفنانين والمؤثرين والمثقفين الغايبين عن صورة، الغايبين عن ألم ووجع بلدهم. كمان حلو إذا حدا التفت، إذا حدا عمل مبادرة حلوة نحكي عنها، نقول له يعطيك العافية. سامحيني ماجي بوغصن، ما بعرف إنك ما بتحبك أنت تقولي، بس ماجي تواصلت معي وقدمت مساعدة لأهلنا النازحين عبري شخصيا، وبعرف انه عم بتساعد عبري وعبر غيري. فبس بدي اقول لك ماجي يعطيك الف عافية، وشكرا انك فنانة على قيد الانسانية. ودور الفنان والمثقف الحقيقي بهيدي المرحلة مش بس المساعدات المادية، الصوت بالكلمة بالموقف، وبشدد على الموقف، لأنه اليوم المطلوب منك أنك تعلن موقف واضح من عدوك، موقف واضح من بلدك وأرضك اللي مهددة بالاغتصاب. وبتعرفوا شو يعني أرضك، يعني أمك تكون مهددة بالاغتصاب وقت اللي أهل بلدك عم يبادوا إبادة جماعية. المطلوب منك اليوم توقف موقف عز وكرامة مش أكتر. بعتقد لمينا فلوس، بعتقد لمينا شهرة، بعتقد حصدنا كتير لايكات وجمعنا معجبين، فينا نستخدم هالمعجبين لخدمة وطننا وبلدنا. سموا الأشياء بأسمائها، ما تخافوا أكتر، روحوا شوفوا المجتمع اليهودي عدونا، شوفوا كيف الفنانين والمؤثرين والبلوجرز بيوقفوا مع بعضهم بيتكاتفوا فقط لخدمة بلدهم، فقط لخدمة علم بلدهم. ما عم نقلكن وقفوا مع جهة حزبية، وقفوا مع وطنكن. اليوم وطننا كله معرض لمهدد من عدو واحد هو العدو الإسرائيلي، وطننا كله مهدد. وبعد في شغلة بدي أقولها، وهيدا غايد من فايد. وقت اللي ابتدى العدوان على أهلنا بغزة تسابقته، يعني تسابقتوا لتنزلوا بوستات، لتطرحوا مواقف إلى ما هنالك على امتداد العالم العربي. وينكن من اللي عم بيصير بلبنان؟ شو هالصمت المريب؟ شو هو هالصمت المريب؟ حدا بس يفسر لي. خير اللي عم بيساعده، بس في حالة فوضى عارمة، ما عم نقدر نوزع المساعدات بشكل عادل للناس. ولكن بدي بس الفت نظر، رجاءا في ناس عم تجي توقف هون، توعد الناس بمصاري، بذلوا العالم ما بيعطوهم شيء. أرجوكم دولتنا الكريمة قوى الأمن، دعوا على هالمكان على جامع محمد الأمين، طبوا الزعران لو سمحتوا. كوليس ما بعد المشهد.